عمل نستخدم فيه شريط القياس؟ خياطة. غيره؟ باص. من عصور التاريخ القديم؟ عصر العباسي. غيره؟ العصر الأموي. عصير لونه أحمر؟ عصير فراولة. اذكر شيئا يدق. الجرس. عمل نستخدم فيه شريط القياس؟ المهندس أو البناء. شكرا. شكرا. وخلي نشوف إجاباتك إيش قد جابت. جيب 106 خلي نباوع. الأربعة 94 خوش رقم. 106 سهل ويجي، لكن إجاباتك كانت ضعيفة وبها بعض التلكؤات، خاصة العصر العباسي والعصر الأموي. لكن خلي نشوف. السؤال الأول كان سباق يشترك فيه عدد كبير من المتسابقين. خلود قالت الخيول 8 نقاط، ضعيف. أنت قلتي الركض، والركض جاب لك 20 نقطة. طبعاً لو محددة شيء اسم الماراثون أو العدو الريفي لربما كان صعد 30 31 نقطة، بس قلت الركض بشكل عام لا بأس. السؤال الثاني كان عمل نستخدم فيه شريط القياس. قالت الخياطة خلود 30 نقطة. أنت قلت الخياطة، قلت لك غيري، قلت البناء بعد عودتي إلى وجبت 28 نقطة. روعة. 142 العصر العباسي. السؤال الثالث من عصور التاريخ القديم. قالت العصر العباسي، جابت 7 نقاط لأنه مو عصر عراقي، العصر التاريخ القديم في العالم العصر الأموي. يعني أنا هنا لو قايلة العصر الجليدي أو الحجري كان إجا أكثر من هذه النقاط. السؤال الرابع هو عصير لونه أحمر. قالت عصير التوت، 25 نقطة. أنت قلتي عصير فراولة، وعصير الفراولة جاب لك 12 نقطة. يعني لو قايلة عصير الرمان، الرمان والطماطة أقوى، أحمر 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 أحمر. السؤال الخامس هو كان اذكري شيئا يدق. دق دق 24 نقطة أخذت على جواب ساعة خلود. أنت قلتي الجرس يدق، لو ما يدق الجرس يجوز الجرس عاطل، ما أدري. ساعة أكو القلب وأكو خلنا نشوف الجرس الجرس الجرس. وبرافو برافو. يلا تعالي تعالي يلا تعالي يلا هسه ارتحت عباك طابخت لها طابخه زينه. عباك شو يا خروف. مبارك الجن ايتها الطباخات، الف 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 مبارك. باسمكم ايضا اعزائي المشاهدين نقدم لهم التهنئه مره اخرى واخرى واخرى. اذا نطلب الان من الاختوني ان يجيب لنا 10 مليون دينار عراقي. وين توني؟ توني توني تونتون. هلا بدوني، هلا 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 بحمال الأسية، هلا 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 هلا. مبروك، مبارك 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 لكنا.